أوه، هذا سؤال ملغم. هذا منو، من الذي لا يخاف؟ يعني أنا أخاف ويمكن بشدة أخاف من التصريح بالخوف. يعني الإنسان لا يريد أن يكسر هذه الصورة عند مثلا طفل أو زوج أو قريب، يتخيل أنك أنت الأيام عندك كلها سواسية والأخبار عندك كلها سواسية. لا، يعني نحن نتعلم الحقيقة من رسول الله وأنبيائه، نحاول أن نتعلم الواقعية والوضوح في التعبير عن المشاعر والأشياء. وطبيعي الإنسان طبيعي يخاف، يعني الإنسان يخاف على أهله، يخاف على ولده، يخاف على نفسه، يخاف من المفاجآت، يخاف من الأعداء، يخاف على دعوته، على أمته. يعني هذا شيء منه فطري، قدر فطري، وفي شيء منه انتمائي. انتمائك لأمتك ينبغي أن يكون عند الإنسان خوف. يعني إذا خلى الإنسان من الخوف معنى أنه خلى من الانتماء. ولكن يجب أن نفرق أيضا هنا ما بين الخوف الطبيعي وما بين الخوف اللي ممكن يكون فوبيا. أنا مرة أنا كنت هنا وراكب سيارة صغيرة وقدامي باص، هذا بدورين يعني، فجاء في بالي فكرة، طيب الباص هذا لو انفلتت الفرامل ورجع علينا وطى 20 سيارة وراء، يعني كانت كارثة ضخمة. فأدركت أنه الناس اللي عندهم فرط تخوف هم دائما موسوسون، مهووسون بمخاوف يعني ليس لها رصيد أو استثنائية ما كان يجب أن تحدث. يعني الأشياء التي لا تقع عادة لا ينبغي على الإنسان أنه يبالغ في الخوف منها. كلمة الخوف في موسى، حتى في كتاب مؤلف للدكتور عبد العزيز الحربي، الخوف عند موسى. فعلا لما تقرأ سيرة موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم تلاحظ أنه تكاد أن تكون كلمة الخوف هي أكثر كلمة تتكرر، سواء من أو من خطاب الله تعالى له. فهو يقولها أمام ربه، إني أخاف أن يكذبون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يقول لفرعون، ففررت منكم لما خفتكم. فكان عليه الصلاة والسلام عنده يعني تعبير عن الخوف، عنده حالة خوف. يجب أن نفرق هنا طبعا بين الخوف وبين الجبن. موسى رجل مصلح وقائد، القائد الذي لديه مشروع وخطة طويلة يقع عنده خوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، يعني ملتقى المسلمين والمشركين لأول مرة، كان في العريش يرفع يديه إلى ربه سبحانه بقوة ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتضرع بين يديه ويقول، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني هذا موقف فاصل. حتى أبو بكر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يا رسول الله كفاك أو كذاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. إذن أصحاب الرسالات وأصحاب الدعوات أصحاب الإصلاح يكون عندهم خوف، ليس الخوف مربوطا على مقصور على نفوسهم، يعني ليس خائفا فقط على حياته مثلا، خاصة بعد النبوة. يعني ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى، لا تخف يا موسى لا تخف، لأنه لما رأى الحية، رأى العصا انقلبت حية، خاف وتراجع وولى مدبرا مع صعوبة الموقف. فالله سبحانه وتعالى قال له في ذلك الموقف، يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. المرسلون هنا لا يخافون عندي، إلا استثنى ربنا سبحانه، قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذا الماح إلى موسى عليه السلام. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم، وهو ما سبب الخوف عند موسى عليه الصلاة والسلام؟ ليش يخاف موسى؟ وجدت بعض الباحثين يقولون إن الإنسان يخاف أحياناً إنه كأنه ورث الخوف، إذا كانت أمه حال الحمل كانت خائفة. وهذا بالنسبة لموسى معقول، لأن أم موسى عندما كانت تحمل به بطبيعة الحال كانت خائفة، لأنه متى يولد موسى؟ وسيولد في السنة التي يقتل فيها أطفال بني إسرائيل، موسى قد يقتل، كيف أصنع به؟ كيف أخفيه؟ كان عندها حالة خوف. فهل هذا حدث أنه يعني ورث موسى هذا الخوف من أمه؟ الله تعالى أعلم، لكن هذا يظل احتمالا مطروحا مقولا، مع أننا دائما ننظر إلى أنبياء الله ورسله على أنهم استثناء، لا تطبق عليهم القواعد والسنن والأسباب التي يتكلم الناس فيها. السبب الثاني هو
ربما حال الاستخفاء التي حصلت لموسى، لأنه يعني استخفى بعدما قتل الإسرائيلي، وهذا الاستخفاء ومسألة الطلب ربما يصنع عند الإنسان تخوفا. ولذلك ربنا سبحانه قال هنا، قال لموسى: لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. كأن المقصود موسى هنا، لأنه لما قتل قال: ربي إني ظلمت. يعني بعض الناس يجي يقول مثلا موسى ما سوى خطأ، هو اعترف عليه السلام بقوله: ربي إني ظلمت نفسي، واعترف بها عند ربه، واعترف بها حتى أمام فرعون. فهذا كان، لكنه يعني موسى قبل هذا، قبل النبوة، وهذا الفعل له أسبابه المعروفة. على أي حال، الله سبحانه وتعالى قال: فإني غفور رحيم، قد غفرت لك يا موسى ورحمتك، ولذلك لا تخف. فهنا نلاحظ أنه بعدما الله في سماواته قال لموسى لا تخف، لم يعد موسى خائفا من أحد، يعني هو حذر يقض على دعوته. إذن هذه من الأسباب التي فضلا عن الأسباب الفطرية، يعني الخوف هو الذي يحمل مثلا طفلا صغيرا على أنه لا يرمي نفسه مثلا من شاهق، أو لا يرمي نفسه في النار، أو لا يمسك الأشياء الحارة، هو الذي يحمل الناس على الحذر، على اليقظة، على الاستعداد. إذن هناك قدر من الخوف فطري وطبيعي، وعدمه ربما يكون مشكلة كبيرة عند الإنسان. هل الخوف سلبي؟ يكون سلبي حينما يتعدى حدوده، حينما يكون بدون ضوابط ولا كوابح، وإلا يمكن أن يكون الخوف إيجابياً، لأنه يحمل الإنسان على تجنب الأشياء المخوفة. يكون الخوف سلبياً حينما يكون خوفاً من الناس ولا يكون خوفاً من الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني عاب المنافقين بأنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وقال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف مثل أي مزاج نفسي آخر، ينبغي أن يكون معتدلاً، نقصه مشكلة وزيادته عند الإنسان مشكلة. الخوف أحياناً إذا زاد في بعض الظروف طبيعي، يعني في اعتدال الخوف لا يعني أن خوفك في كل لحظة يجب أن يكون بنفس المستوى، لا، أحياناً في أسباب وأشياء تدعو إلى زيادة الخوف، مثل عندك مريض الأمر يتطلب أنك تخاف عليه وتستعجل في عملية الإسعاف. ولذلك سبحان الله في قصة موسى نلاحظ قضية الصباح. الصباح له مع موسى قصة في السجن على سبيل المثال، أو في الهرب، الإنسان عند الصباح يشعر بمشاعر سلبية، لأنه يتذكر أنه في هذا الصباح كان ينطلق، كان يذهب، كان يجي، يزور، يزار، يمارس، يباشر أعمال، أما الآن فهو مكبل. ولذلك النوم يعني يمكن حالة تعتبر حالة هروب لخائف أو سجين. يعني فأنا أذكر لما كنا في السجن كان إلى جواري شاعر يتغنى بأبيات، يعني مطلعها يقول: وليلة سجن بت أرقب فجرها، وماذا عسى يغني صباح سجيني. يعني يقول: أنا أنتظر الصباح، لكن ماذا أمامي في الصباح؟ يعني ماذا، هل من جديد في الصباح؟ لا جديد سوى من يقرع الباب ويعرض عليك وجبة الإفطار بشكل ممل وبشكل رتيب. يعني فسبحان الله، الصباح الذي هو يعني حالة إشراق، لأنه حسب علمي أن كثير من العلماء يقولون أن الصباح عند الإنسان حالة توثب، حالة رضا، حالة سعادة، حالة سرور، النور، الشمس، الأصوات، العلاقة مع الناس، حتى المكتئب والحزين يحس فيها بنوع من الانتعاش. إذا جاء الظلام مخيم على العكس. موسى عليه السلام ذكر ربه سبحانه هذا التعبير: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. شوف الصباح، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. إذن هنا صباح مختلف بالنسبة له. فلا يعني أن الخوف يجب أن يكون عندك دائما على وتيرة واحدة، لا، هناك أشياء تتطلب حتى الخوف من الله سبحانه، يرتفع ويعتدل. مثل الإنسان إذا وقع في معصية، هنا ينبغي أن يرتفع منسوب الخوف بحيث يحمله على سرعة التوبة. الخوف من الله، الخوف من أن يطمس الله على قلبك بسبب الذنب هذا، الخوف أن يختم لك بسوء. فيكون عند الإنسان حالة ارتفاع في منسوب الخوف، وفي حالات لا، يرتفع فيها منسوب الأمل، منسوب الرجاء، منسوب الحب،
هذا شيء طبيعي في الإنسان، كل الإنسان، ولكن الأنبياء على وجه الخصوص هم السادة والقادة في هالسياق. من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب، يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب، يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. علمني حتى لا أنسى، علمني حتى لا أنسى، علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل إذا أمسى، علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل علمني حتى لا أنسى. فاضرب بعصاك تشع خطاك أسير وراك إلى المرسى، فاضرب بعصاك تشع خطاك أسير وراك إلى المرسى. علمني حتى لا أنسى، علمني حتى لا أنسى، علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل إذا أمسى، علمني.